كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمضي هذا الشهر عليكم بالخير واليمن والبركة، وأن تكون أيام هذا الشهر أيام خير على أمتنا العربية والإسلامية المكلومة في سوريا والعراق وفلسطين ومصر وليبيا. نسأل الله أن ينتهي هذا الشهر وتنتهي إحدى هذه الجراحات أو كل هذه الجراحات. كل عام وأنتم بخير.